جاء الصيف وجاء معه كمية الحر اللي مو طبيعية، وبالتأكيد فواتير الكهرباء لأنه نبغى نبرد على نفسنا. فشايفين في موجة جدا كبيرة موجودة في العالم العربي وبالمملكة، ناس تحول وتحط ألواح شمسية. وش سالفة الألواح؟ بتوفر لي فلوس أو لا؟ خلنا ناخذ العلم الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. الألواح اللي من خلالها نحول طاقة الشمس اللي ما في أكثر منها عندنا إلى كهرباء نستخدمها في بيوتنا، منها نقلل فاتورة الكهرباء وأيضا نزيد كفاءة الطاقة اللي عندنا ونشغل مكيفات براحتنا بدون ما نحس بذنب. بس مع هذا الأمر أيضا كثير من المعلومات المغلوطة عن الألواح الشمسية المخصصة للمنازل، وجايب لكم العلم كله من خبير وأيضا من كثير من المعلومات المتداولة والأكيدة عندنا في المملكة العربية السعودية. فبكل بساطة، طاقة الشمس تتحول لطاقة موجودة ببطاريات، هالبطاريات تساند طبلوم الكهرباء حقكم بتخفيف الحمل عنه وأيضا كهرباء منها تستفيدوا. وعندنا توجه كبير في المملكة العربية السعودية وأكيد في كثير من الدول العربية إلى التوجه للطاقة الضوئية، إلى طاقة الشمس اللي ما تخلص وما عندنا أكثر منها في هالبلد. وأيضا نتكلم على كثير من القوانين قاعد يتم سنها ووضعها عشان تساعد الناس في نظام جدا ممتاز مع الطاقة الكهروضوئية أو الألواح الشمسية. أربع أنظمة هي الدارجة عالمياً من ناحية الأنظمة حقت الألواح الشمسية. أولهم اللي هي السولر بامب، إنك تحط لك نقدر نقول دينامو موية، مضخة ماء على السولر تخلص أمورك، مو هذا حديثنا. ولا الهايبرد حديثنا اللي هي النوع الثاني اللي هو نظام هجين ما بين الطاقة اللي تجينا من الدولة أو الكهرباء وأيضاً أشعة الشمس. نمطين أساسيات نتكلم عليهم، أوف جريد أون جريد. أوف جريد أنت برا الشبكة اللي نقدر نقول الخاصة في الدولة، أون جريد أنت تستخدم الطاقة الضوئية أو الألواح الشمسية مع الكهرباء اللي تجيك من الدولة. وصلنا، هذا النوع اللي نبيه. والسؤال المهم والأهم في حديثنا اليوم، إذا حطيت ألواح شمسية في البيت بوفر فلوس أو لا؟ إذا كان استهلاك النهار يعادل استهلاك الليل، معناته كذا قادرين نحقق من 50-60%، بما أن النهار ساعات أطول واستهلاك اللود في الكهرباء في النهار، مكيفات والثلاجات اللي هو جميع الأجهزة الكهربية غالبا مع ضغط الحرارة ومع هذا يصير أجهزة الكهربية تسحب أكثر كهرباء. في الليل يكون اللود أقل في استهلاك الكهرباء. عندنا النهار عن الليل دايم حصلنا نتائج ممتازة في أغلب المشاريع اللي حنا نفذناها، الحمد لله حققت نتائج جدا رائعة. بلغة الأرقام، لو فاتورتكم 500 ريال قيمة النظام حق الألواح الشمسية بيرجع لكم بعد 4 سنوات. الربحية اللي أتكلم عليها أنه تقريبا التوفير في الفاتورة خلاص صار مستدام وقيمة الفاتورة انزلت. لو حطينا ببالنا أنه سعر الكهرباء ما زاد ولا ارتفع، ولو زاد وارتفع شوفوا الحين عاد التوفير أكبر بكثير. وعشان تستفيدوا من الألواح الشمسية لازم يكون عندكم مكان تركبوها فيه. يعني مثلا لو عندكم بيت، سطح البيت في العادة يكون فيه الألواح الشمسية، وبالتالي لو سطح البيت كبير حيكون فيه مساحة كافية تركبوا فيها الألواح الشمسية، ولها حسبة المختصين يعرفوها. بس لحظة، يعني لو قلت انه سطح البيت عندي ما يكفي، ما يمديني ابدا اركب الألواح الشمسية؟ غالبا اغلب البيوت المتوسطة والصغيرة نجد فيها مساحات، في حالات ان احيانا الاسطح يكون فيها اجهزه تكييف بشكل عشوائي. لازم مشكله التكييف في البيوت الجديده يكون في المخطط التكييف يخلي جهه للطاقه الشمسيه، جهه للاماكن اللي هو بحاجتها. اكثر من البيوت اللي انا زرتها حصلت فيها التكييف غالبا يكون عشوائي في كل مكان في السطح، هذه تاثر في المساحات. لكن وجدنا لها حلول بعض الاشياء وبعض الاشياء ما وجدناها حلول. كيف مثلا مساحه البيوت نحتاج من 90-120 متر مربع، هذه المنازل المتوسطة والصغيرة، بشرط أن ما يكون شروق الشمس وغروبها يسبب ظل على الألواح الشمسية. بس الموضوع كمان مؤرق، أنا الحين أحط نظام وأتكلف عليه بشكل جدا كبير، أحط فيه 10-15-20 ألف ريال. طيب كم مدة الاستثمار لازم؟ يعني أنا أعرف الضمان والاستثمار كم في العادة لازم يكون؟ نتكلم على ضمان من 25-30 سنة، والعمر الافتراضي طبعا من 25-30 سنة، بس أغلب الشركات تعطي 25 سنة على الأداء. تكلم على كفاءة اللوح ما تنزل عن 90% في 25 سنة هذه. لحظة، بما أني في موضوع الكهرباء، في عدادات ذكية جديدة قاعدة تتركب عندنا، وش سالفة العدادات الذكية؟ وبتفيد بنظام الألواح الشمسية وما حتفيد؟ العدادات الذكية فكرتها وش هي؟ في بيع من خلالها من إنتاجية اللود الزايد من الألواح الشمسية يرجع لشركة الكهرباء. بمعنى
احنا ركبنا مثلا 20 كيلو مستهدفينها للتكييف وللود. طيب فترة الشتاء هذا التكييف كله غالبا طافي، معناتها ممكن نستخدم العشرين كيلو 5 كيلو أو أقل. ال15 كيلو هذه وين تروح؟ ترجع بيع شركة الكهرباء. النظام ما زال قاعد يدرس على أساس يتم تأكيده في المملكة العربية السعودية من مصطلح بيع. والحين للتوضيح، لو مثلا تم تطبيق نظام أوروبي على سبيل المثال النظام الألماني عندنا، مسألة ومصطلح بيع لا تعني أن الدولة تدفع لك فلوس، بل أنه تعطيك رصيد تستخدمه في فاتورة الكهرباء مع الوقت، وهذا الرصيد يكون بمعيار قيمة بيع محددة، فأنت تشتري بسعر وتبيع بسعر، وهنا يكون عندك رصيد كهرباء. وفي أحد السنوات صارت الدولة تحاول تحفز الناس في ألمانيا أنهم يستخدموا الكهرباء أكثر، لأنه صار عندهم فائض، يعني شركة الكهرباء ما قاعد يدخلها فلوس. تخيل لو يصير عندنا كذا، لأنه لو حطينا ببالنا مدة النهار في الشهر متوسطها في أوروبا حوالي 80 ساعة، عندنا مدة النهار والشمس متوسطها 200 ساعة. بيع. وبرضه لازم أسأل المختص اللي موجود وأقول هل في غش قاعد يتبع بالألواح الشمسية؟ وش النصائح اللي تعطينا إياها؟ مشكلة الألواح وشي؟ مشكلتها أن أغلب الوعي عندنا كمواطنين مو مبين عندنا هل اللوح هذا سيء أو جيد، كيف نتجنب الغش ونتجنب الأشياء هذه. في تصنيف للشركات عالميا كل سنة ينزلهم تقييم، فالآن سهل أن الواحد يبحث في الجوجل الشركات العالمية يطلع لهم تقييم سنوي، وما يحاول يطلع عن العشر شركات هذه أفضل له، لأن سعر الواط سواء كان في الشركات العالمية أو المصانع الغير معروفة قريب من بعض، فما يمنع نزود قيمة بسيطة في سعر الواط ونتجنب الغش ونكون استثمارنا ممتاز في 25 سنة. أخذنا ألواح ممتازة، أخذنا منتج معروف، الضمان حقه بثقة، شركات معروفة، وإن شاء الله أموركم طيبة. ولازم تخلوا ببالكم نوع الهيكل اللي حيتم تركيبه اللي حيشيل الألواح الشمسية، لازم يكون يا ألمنيوم يا يكون حديد مجلفن، على أساس أنه ما يكون في صدى، ما يكون في وزن كبير يعاني منه السطح، وأيضا عشان يتحمل الرياح ويتحمل جميع العوامل الجوية. ومن ناحية الصيانة فظاهر الصيانة أسهل ما كنا نتوقع. صيانة الألواح الشمسية هي شغلة بسيطة جدا، ما نحتاج إلا تنظيف الألواح. في شغلة مهمة جدا، أغلب الناس يجي يغسلها أو يسوي لها كلين فترة النهار، هذا خطر جدا خطر، لأن فترة النهار وقت إنتاجية الكهرباء، فممكن يصير التماس أو يصير ضرر للشخص اللي قاعد ينظف الألواح. 100% تنظيف الألواح فترة المساء فقط، ليس فترة النهار. الشغلة الثانية هي تحتاج تنظيف أحيانا في الأسبوع مرة، أحيانا في الأسبوعين مرة. فترة الأجواء اللي فيها غبار لا، هذه ثاني يوم لازم تتنظف. والألواح الشمسية احرصوا لما يتم تركيبها في المملكة العربية السعودية تكون متجهة للجنوب بزاوية 25 درجة للاستفادة القصوى. وخليني أختم وأقول أنه هذا نظام الأونغريد. في النوع الرابع ما ذكرته بشكل كامل، يجي معه سؤال كبير، هل يمديني أعتمد على الألواح الشمسية بشكل كامل 100%؟ نعم، بنظام الأوفغريد اللي هو النظام الرابع، نتكلم خارج منظومة الجريد حقة الكهرباء اللي موجودة، وبالتالي يبغى لك استثمار أكبر، ونقدر نقول اصلا في تشريعات كثيره لازم تتبع، فما هو هذا النظام الانسب بالنسبه لنا. واذا اي واحد فيكم يفكر انه يركب هذا النظام، اعرف انه بياخذ منكم وقت اساسا انكم تركبوه، فبالتالي بالنا اشهر او نقدر نقول سنوات عشان نركبه؟ ابدا. كم يبيلنا وقت لتركيب نظام الواح شمسيه في المنزل؟ لو قلنا من منزل صغير الى متوسط. من منزل صغير المتوسط حنا نتكلم ياخذ الوقت من اسبوع لاسبوعين. الفكره كلها تركيب رسم مخطط 2D، وبعد كذا نبدا التنفيذ. ياخذ التنفيذ تركيب الالمنيوم اسبوع، وتركيب المحول مع الالواح اسبوع ثاني فقط. المنازل المنشاه طبعا الجديده اللي تحت الانشاء انتظر لين يخلص الانشاء، بعدين نبدا التركيب، يكون أفضل عنده كشكل في الأخير، أفضل من اللي منزل خالص. يعني المنزل الجاهز لها حلول، فيه أسئلة تجيني كثير، هل فيه تكسير، هل فيه تغيير أكياب للبيت، هل نحتاج نغير الأجهزة الكهربية اللي عندنا متوافقة مع الطاقة الشمسية؟ نهائيا نفس الأجهزة، نفس كل أجهزة المنزل، تلفزيونات، ثلاجات، كلها متوافقة مع الانفرتر اللي يركب من الطاقة الشمسية. باختصار كأنه عندك بيت ركبت على هذا البيت
مركب طاقة نسميه موتور، دينامو، اللي تبوا تسموه، ولكن من وين ياخذ الدينامو هذا نفس الطاقة؟ مش من الوقود، من الشمس. ففي التالي انت ما قاعد تدفع قيمة الوقود، وقيمة هالاستثمار بترجع لك بشكل جدا سريع. كانت هذه مادة توعوية بالكامل، فحسابات المهندس خالد السنبل موجودة في تفاصيل الوصف حقة الفيديو، معلومات مغلوطة موجودة احتاجت التصحيح، وأيضا من شخص قاعد في هذا المجال وأعرفه من فترة، فالله يقويه ويبارك له يا رب. خلوا هذه المادة يستفيد منها أكثر الناس، والله يقوينا ويقويكم على الخير. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شوفكم على خير بإذن الله. والفيديو ذا ذكرني بفيديو سويته عن بنك طاقة جدا كبير. صدق حتى بنوك الطاقة ذيك يمديكم تروحوا تشوفوها، اللي هي فيها شغلت مكيف، ولكن حتى هذيك صارت بالألواح الشمسية. أبد الشمس عندنا أحسن شيء.